بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة أنا عندي الكيبورد مشكلة، ما فيه عربي للحين، حتى مو مطبوع عليه كلش. فأشكرك أبو علي، ما قصرت. محمد عبد الله مشكورين، يا ريت نستمر على النحو هذا، يعني إن شاء الله نوصل. أنا عملت شغلة من باب التغيير يعني، وأمس على فكرة عبد الله حكمت، يمكن عبد يعني سوى لنا شغلة حلوة بصراحة، اللي هي شلون يدخل من هني من هني ما يدخل، وهني من الباب. أوكي، يا سلام. فهذه حلوة، راح تفيدنا شغلات كثيرة، نقدر نحط شغلات داخل هني ويبحث عن شغلات ثانية وهكذا. وانا ضفت شغله جديده، يعني عدلت شويه، يعني مو تعديل، يعني كتدريب بس على هذه، انه يتكسر ويطيح بدال لا يختفي. بس سويته انه يعني مجرد ما يصطدم نفس الشيء، بس يتكسر بدال ما يختفي، يعني من باب التدريبات بس. بس يلا جو أهيد شباب، صراحة شغلة مشوقة، يعطيكم العافية. وخليني أحط الطريقة عشان مرة واحدة تكون مرجع لنا، يعني الحين أي أوبجكت يجيبه من برا، يعني خلينا نلغي هذيلا مثلا بداية، ذيبنا رايت كليك. طبعا كلمهم واضح، بركات كلمهم على الرايت كليك، حطوا لي الامبورت بالرايت كليك. فنيب شكل البيت نسحبه نحطه هني، كبرنا. نلاحظ الحين شغلنا، لاحظ انه ما يقدر يدش من الباب، يعني البارح حاولت فيها انا كثير، بس عبد الله ما شاء الله عليه حلها لنا شيء جميل جدا. فهي طريقة الفيديو اللي جاب لنا يا عبد الله، دبل كليك الستاتيك مش هني، الكوليجن كومبلكسيتي يعني التعقيد ماله، حطه يوز كومبلكس كوليجن اس سمبل. بس كيف وسكر بلاي. الحين يدش عادي، صدام صح مضبوط. يعني الحين نقدر احنا مثلا نحط هذه داخل، يصير اكيد يصير. اوكي داخل، شغل عدل، نطلع برا. فهذه هي الطريقة. مشكور يا عبد الله.